بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع السلسلة تبعتنا SNCF 300710. الفيديو الماضي شرحنا البورت وعملنا بلوك للفايل شيرينج. اليوم حاعطيكم درس تاني كمان بس تأكيد لمعلومة البورت وممكن سيناريو تاني يكون. طيب شو هو السيناريو؟ هلأ لما نروح على التيبولوجي تبعتنا أول شيء هون ماشي. باي ديفولت في بيهيفير عند الفاير وول بيعمله شو هو؟ الفاير وول عشان السكيورتي بيمنعك اول اشي تعمل بينج على الانترفيسز تبعته، واحد. تاني شيء بيمنعك تعمل تريس روت، امر التريس العادي. اوكي خليني بس فبيمنعك تعمل امر التريس روت العادي. طب ليش بيمنع؟ سيكيورتي وايز، عشان السيكيورتي. لانه شوف البينج والتريس يعتبروا ادوات اختراق في عالم السيكيورتي والهاكينج، يعتبروا ادوات اختراق. انا لما بدي اعمل مثلا هاكينج على ديفايس اول اشي بخطر ببالي اعمل بينج عليه، رد علي، بعمل تريس بشوف شو اللي قدامي، كم هوب قدامي، شو اللي قدامي عندي عشان اعرف اخترقه. فده يعتبر ادوات اختراق. فال السلوك الطبيعي تبع الفاير وول انه يعمل البلوك. هلا لو رحنا احنا مثلا على فيلان 10 وليكن مثلا اوكي انا بعده هون سكر لي مثلا تقول تريس، لا مش تريس، تريس تمام، قولوا على جوجل ماله تريس هو تريسرت 8888 destination not reachable على طول. طيب ليه بينج 8888؟ انا في عندي رول مانع عنه البينج. اوكي فعشان هيك اصلا هو شايله. طب تعال نروح على البيلان 10 المفروض بيلان 20 المفروض بيعمل بينج عليه. بينج 888 انا طلع انترنت هذا. اوكي تمام قول له تريس تريس سيرت 8888 تمام. هلا هون بلش يشوف هو بالاخر حيطلع لك ان شويه نجوم ويقول لك request time out عشان في بلوك في الموضوع، عشان ما حدا ينصدم. البي سي الاول ما كان يقبل امر لانه انا اصلا عامل له بلوك بالبوليسي. خلينا نشوف بس البوليسي هون نرجع له بوليسي وينه اعطيني policies access control هي انا عندي هون بلوك وذ ريسيت لمين للفيلان 10 من الانسايد للاوتسايد ما طلعوا اصلا انترنت فتريس سيرت اكيد هيك ما راح تبين معه. تمام خلينا نروح نشوف على فيلان 20 شو صار. حيضل يعطيني ريكوست تايم اوت ريكوست تايم اوت لانه اصلا تريس روت اصلا معمول لبلوك. طيب تعال نعمل له انيبل عن طريق البورت. كيف ممكن نعملها؟ اول شيء بنروح على الاوبجكت اوبجكت مانجمنت منروح على البورت منقول له add port. اوكي البورت اللي انا هون بدي اعمل له اياه في عندي range portات على UDP. خليني بس اسميه اول شيء اقول له trace output UDP برب اقول له UDP بقول له range اللي انا بدي اعمل له اياه هو عبارة عن 3 3 4 3 4 إيش 3 3 4 6 4 تمام. هذا الرينج اللي هو بيشتغل على تريس روت. قول له سيف. طيب بنفس الوقت بدي أعمل له بينج، بدي أحط البينج في الموضوع. بس قبل ما أحط البينج في الموضوع تعال نشرح بس قصة صغيرة.
لو فتح مثلا وورد، هلا الـ ICMP عنده ICMP echo و echo reply. اوكي، فعندك انت التريس روت بيشتغل على 3 props، بيسموها 3 props. اوكي، البروبس الاول هو بروب 0 اللي هو الايكو ريبلاي، وفي عندك البروبس رقم 3 ICMP، هذا بفرجيكم اياه، ICMP 3 هو نمبر 3، هذا بيسموه destination and reachability. destination and reachability. اوكي، reachability ما طلعت شيء، تمام. وفي عندي ICMP 11 رقم 11، هذا بيسموه time exceeded. ماشي الحال. وفي عندي zero طبعا اللي هو echo reply. فهذول الثلاثة بال ICMP هذول بيشتغلوا طبعا قلبا وقالبا مع trace route. طب تعال نشوف، ما هو اصلا trace route هو اصلا عبارة عن شو؟ الكونسبت تبعته جاي من البينج. طب تعال نشوف، هنعمل اوكي، هتقولي طب معقول ما عنده ICMP FMC؟ بقول لك عنده بس ما بيخليك تلاقيها وما بيخليك تعمل. مثلا لو قلت له انت ICMP، رحت هون على ICMP ونديته مثلا التايب تبعه اني ويل كود، امشي اذا تقول له سيف، بقول لك the name ICMP conflicts with the predefined name on device، إنه هو conflict، هو موجود أصلاً بس أنت ما بتلاقيه. فروح اخترع ال ICMP تبعك، قوله ICMP-1 وليكن، ونوعه ICMP التايب. شوف لي التايب بالله، تايب 0 echo reply، تايب 3 اللي قلت لكم عليها هي destination unreachable. أوكي، 4 source quench، و 5 redirect message، و 6 alternative host، 8 اللي هو echo request، التسعة اللي هو الراوتر ادفرتايزمنت، 10 راوتر سوليستيشن، 11 تايم اكسيدد. انا بهمني هدول. طيب انا ممكن اختار اكثر من ICMP object واحط له الصفر والثلاثة والاحداش، انا هدول اللي مستعم، او ممكن اخليه اني بياخذ لي اياهم كلياتهم، فانا سهوليا حخليه اني. ماشي، وروح اعمل لي جروب كمان، بما انه صرنا مناح بالجروب، قول له تريس روت لحال تريس روت بس. طيب تريس روت شو بدي يكون فيها؟ بدي يكون فيها التريس روت اليو دي بي اللي عملتها، ضيف لي اياها، وبدي يكون فيها كمان الاي سي ام بي. قول له سيف. طيب روح لي على طول على الاكسس كنترول بوليسي، على الديفولت اللي عندي اياه. طيب خليني اضيف له واحدة جديدة، طيب شو هقوله؟ اقول له من الانسايد كسورس، والديستنيشن وانا طالع على الاوتسايد. ماشي، نتورك فيك تخليها اني، فيك تحدد له اياها. خلينا نحدد له اياها مثلا عن طريق ال FQDN اذا بدك، FQDN as a source والnetwork as destination. خليها اني، ما عندك مشكلة فيها، خليها اني. حنروح له على البورت، هقول له trace، trace root هاي كاملة as a لا شوي، اوكي التريس روت خليه على الديستنيشن، ما فيش مشاكل. قول له تريس روت 1، ماشي الحال. وحتكون هي allow، كمان خلي ليها اول واحدة عشان نلاقيها. قول له add. طيب حيلزمني كمان رول تاني من الاوتسايد للانسايد، بس عشان الايكو ريبلاي تبع البينج او تبع التريس روت هو عم بيجي، ما هو بده يرجع صح، ما بده يكون، لازم يكون مسموح. فمثلا بقول له ICMP
أو مثلا ICMP out to in إذا بدك، أو بتحطها بالشبكة اللي أنت عاملها حسب الاسم أنت نقيه زي ما بدك. الترتيب تبعه ما مشكلة واحد يكون، لأنه هي أصلا الوحيدة اللي حتكون معاي من الـ outside as a source والـ inside as a destination، تمام؟ والبورت تبع هذا حيكون فقط ICMP، ICMP اللي هي داش 1. اوكي، حنقوله ألا، وخلي هاي مثلا عدد above 2، قوله add، قوله save. ماشي الحال. فأنا قلت له هون من inside ال outside نطبقها على ال FQDN 20 هتكون trace root، وهون من ال outside ال inside يا ICMP. طيب خلينا نعمل deploy ونشوف هتظبط ولا هيكون في trouble shooting وهيصير في عندنا مشاكل. روح قول له هون هياخد وقت بس للديبلوي، بخلص ديبلوي وبرجع لكم. تمام، خلص هاي. تعال نروح على فيلان 20 هون له سي ام دي، نقول له تريس سيرت ايدت 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 ايد، شو الاخبار؟ ايوه هي بلش. شوف اول شيء اعطاك ال 15.15.15.1 اللي هو الاوتسايد انترفيس. تعال نروح هون نشوف على الرسمة عندنا هون هي 15.15.15.1. اوكي، وبعدين 188 هذا الراوتر تبع البيت عندي مالكش فيه. وبعدين بلش هون يطلع لك على public IPs عشان يروح عندك لجوجل. طب السؤال، طب انا ال 15.15 اول اشي هي الاوتسايد اللي هي ال 1 هون، هاي الوان. طب ليش ما اعطاني الاي بي ادرس تبع الفاير وول الداخل الجيت واي اذا بدك؟ بقول لك شوف، الفاير وول في شغله بيعملها، بقول لك يعني باللغه الانجليزيه بقول لك الفاير وول ديد نوت ديكريمنت اتس تي تي ال، التايم تو ليف تبعه ما بيعملوا ديكريمنتيشن. اوكي، ما بيعملوا ديكريمنت، ما بينقصوا. ما انت عشان تبين، انت كل ما تروح عند واحد يبقى انت عم تعمل شو، عم بتنقص التي تي ال. هذا مبادئ شبكات هاي سي سي ان اي. الفايرول ما بيعمل ديكريمنت عشان هيك ما بيبين الاي بي ادرس تبعه، يعني الجيت واي تبعه. حتى لو انت لاحظتهم، اذا بدك تروح مثلا انا شو الجيت واي تبعي، اذا انا قلت له اي بي كونفيج، الجيت واي تبعي 20.1. طيب قول له بينج 192.168.20.1. اوكي، انا لاني على نفسه هاي الجيت واي تبعي انا قدرت اعمل له بينج. روح على 10 على البي سي 10، انا لما بدي اعمل بينج لل 192.168.20.20 اللي هو الجهاز كنفسه، لا انسى الجهاز هذا، هذا الجهاز ما بتبنيش عندي مشكله فيه، خلينا على السيرفر مثلا 192.168.30.200. السيرفر ليش مش عم بعمل بينج؟ شيء بالبوليسي اكيد ما جاء بالي اطول يعني الفيديو. وين انترفيلان راوتينج عندي انا؟ انترفيلان انسايد كله الا قبل ما كامل بينج، لا مش عارف شو كمال. انا هلا عملت بينج على السيرفر، مظبوط. طب اعمل بينج على الجيت واي تبع السيرفر، ما بيخليني، مع انه انا قادر اعمل بينج على السيرفر، يعني انترفيلان راوتينج شغال، بس الجيت واي ما بيخليني انا من برا، بعتبر شو غريب، يعني ما في داعي تعرف مين الجيت واي. اوكي،
فما بيعمل decrement لل time to live تبعه. عشان هيك هلا كيف حلها؟ اكيد فيك تعمل access rule و access list تعمل فيها وممشيها، بس هاي مش قصتنا. فكان قصتي بس افرجيه كيف ممكن. وهون بعده قول هذا ما بيعمل اصلا، لانه هذا ما طالع على الانترنت، فما بيقدر اصلا يعمل trace route. فهي كانت القصة. تمام، اتمنى الدرس يكون خفيف وسهل. ما تنسوا تدعمونا بسبسكرايب لايك وشير. هسه بعطيكم 2 examples على البورتس كيف تشتغل. هلا اي قصة بورت تاني، بس بدك تعرف هو شو البورت وشو الريكويرمنت اللي عم تشتغل عليها عشان تطبق الرول تبعتك. شكرا لكم، بنشوفكم ان شاء الله بدرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.